حتى حلوه في امريكا صراحه بحترمهم في الموضوع ده ان هم بيسلموا
لاقوش غير الحاجة المادية، الحاجة لغاية ما توصل إن هما يقدروا إن هما يمسكوها أو يتحكموا فيها يقولوا له ما يقدر يصدقها. من 20 سنة أو 25 سنة بالظبط كان كل المسارات اللي موجودة على الجسم بيقولوا عليها مسارات طاقة اللي بتقول لك إيه؟ مفيش حاجة، إحنا عملنا تشريح ما لقيناش حاجة. لغاية بالظبط في الفترة دي بدأوا إن هما يخترعوا جهاز اسمه الإكتوغرافي. الجهاز ده بدأ إن هو يشوف فعلا المسارات ويشوف الشفرات بتاعت الجسم اللي هنتكلم عليها دلوقتي، كل شفرة ليها لون وكل لون ازاي يقدر يشغلها وازاي تقدر تتحكم في حالتك النفسية عن طريق الألوان. هنا بقى قصة تانية خالص. برضه يا جماعة علوم الباراسايكولوجي علوم حلوة جدا 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 وسهلة جدا 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 ونتيجتها سريعة جدا. يعني سهلة والنتيجة بتاعتها سريعة. تمام؟ ومش محتاجة إيمان منك أو رفض. لان كل اللي بيقول لك اعمل وهتشوف، انت فاهم ازاي؟ اعمل وهتحس. تمام؟ ودي برضه اللي هتفيد ناس في الطاقه، دي مش الطاقه والعلم في الطاقه والعلم دي كلها في فرد اكتر في نتائج حسيه في وقتها. ماشي؟ ما فيش شك بيظهر او حتى لو ظهر في مشكله. نعم. يعني الخط ده واحد فيه. طالما ما خدوش ينزل بسرعة بس ناخد الشغل بالراحة. بس ف أمريكا هي اللي عملت البارا سايكولوجي. تعريف البارا، تعريف سايكولوجي، البارا ما وراء سايكولوجي النفس، هي المقصود فيها في الآخر القوة الخفية للجسد. في قوة خفية ورا النفس. في قوة خفية ورا النفس. في حاجة موجودة فيك أنت ما تعرفهاش. قبل علم التشريح كنا نقول القلب فين؟ في الحتة الشمال، ضربت. القلب مش عارف. ازاي؟ مش عارف اجيب النص. هو الشمال. يمين للشمال. يمين للشمال. يمين للشمال. انا اللي هتكلم مش انت. تمام؟ بالظبط بالظبط. ادي القاعدة بتاعته بينتهي هنا. هو ما جيش على الشمال خالص. يعني هو هنا. هنا شمال؟ طيب الحته الشمال. ماشيها الحته الشمال. معانا ده انت طب هنا فمش عايزين كلام. المهم من غير علم التشريح ما كنتش هتعرف ان في اجزاء كتير موجوده في جسمك صح؟ يعني قلنا القلب طب عرفت ان في حاجه اسمها البنكرياس. ايه البنكرياس ده؟ ده بيعمل ايه؟ هل انا موجود فيا البنكرياس؟ ما انا هسألك سؤال. انا هسألك سؤال. انت عارف كل حاجه موجوده جوه جسدك؟ ليه؟ هو مش جسمك انت؟ ما هو السؤال، هو مش جسمك انت؟ هو جسم حد تاني؟ طب ازاي حاجتك وانت ما تعرفش ايه اللي موجود جواك؟ عشان ما دخلتش. حلو قوي، ممتاز، صح؟ نفس الفكره دي هي اللي اكتشفوا ان في اعضاء وفي حاجات ماديه، هم اللي اكتشفوا ان حواليك في مجال طاقه واثبتوها. يعني عايز اقول لك لو من 25 سنه بالظبط كنا هنضطر نقول ان الحاجه دي مش ماديه. صح. وما نقدرش نتكلم. تمام؟ على الرغم علم الطاقه كله اتنقل من الصين لامريكا عن طريق حاجه انت ما تتخيلهاش. كان اسمه كندي الرئيس الامريكي. جون كندي. جون كندي. كان موجود في الصين وكان المساعد بتاعه تعبان، تعب فجأة هناك. جات له ايه؟ جات له زايدة. لازم نعمل عملية دلوقتي. عمل عملية ازاي بقى؟ بالإبرة الصينية. قال لك أنا مش هنبنيه. أنا يعني كنت خيطه كده بالإبر بطريقة معينة وهنفتح له وهنطلع الزايدة وهنقفله وهو صاحي مش هتاكل ولا حاجة. بالبنج يعني. الرئيس حضر العمليه شاف اللي بيحصل قدامه وقال لك لا هنا في حاجه مش طبيعيه. في علم. في حاجه. هاتوا لي مجموعه من هنا يجي يدرسوا الكلام ده ايه؟ علم. فلما بداوا ياخدوا بعض العلماء اللي موجودين في الصين والعلم ده كله بدا ان هم ينقلوا في امريكا برضه القصه مش داخله دماغهم قوي الا بداوا يعملوا ابحاث. لا تعالى ندور تعالى 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 لغايه ما وصلوا للايكوجرافيك حاجه ماديه تقدر تشوف الحاجه
الحاجة دي اللي احنا شايفينها. وده برضو ريحنا، ده برضو خلانا مسكنا حاجة ايه؟ حاجة مادية. ايه اللي كان الكلام كله لم نضاف الاخر. ماشي؟ اهم ثلاث علوم في باراسيكولوجي. قال لك انت تملك جهاز ارسال، تملك جهاز استقبال، تملك جهاز شفافية عالية جدا جدا جدا. الجزء الاخير ده احنا مش هنتكلم عليه. خلينا بعيد. احنا هنتكلم بس بعد ما نخلص التمرين مع الطاقة، نتكلم في التخاطر والاستبصار. لو ما كلمناش في الاثنين دول الاول مش هتوصل للتخاطر والاستبصار دي. تمام؟ في كلام احنا هنتكلم سريعا دلوقتي عن التخاطر والدنيا بتتم ازاي، بعد كده هنبدأ عملي. ازاي تقدر تعمله عملي؟ ازاي تخليك وانت قاعد تبعت رسالة. تمام؟ بس مش هقدر اخليك ده كله الا لما تعدي على التمرين والتعرض. خلاص؟ طيب ايه هو التخاطر؟ قال لك في نوعين ليه؟ في ان انت ممكن تقول كلمه في نفس الوقت مع حد. حتى كلينا على زمان نروح نمسك ايه؟ الخشب. لا نمسك الخشب مش الولاد. تمام؟ يقول لك يمسك الخشب الاول عمره اطول من الثاني. كنا بنضحك بيها كده زمان. تلاقي اثنين قالوا نفس الايه؟ نفس الكلمه. تمام؟ او حاجه ثانيه تتصل بصاحبتك ولو بدها لسه مش ماسكه التليفون هتتصل بيكي. تمام؟ او بدها لسه بتيجي على امر بعض بعضها. بصوا في حاجات يعني كنا بنقول عشان تم الاكتشاف مش الاختراع. يعني هي اصلا ايه؟ تمام؟ هم ما قالوش كلام. خلاص؟ قال لك ده نوع. لكن في نوع ثاني انت تقدر تفتعله. اللي هو انت ازاي تعرف تبعت رساله زي ان في فكره معينه موجوده في دماغك تقدر تبعتها حتى اللي هم اتكلموا فيه بداوا ان هم يطوروا. ده انا هقول لك حاجه حلوه بقى خالص، تقدر تستفيد لو حد معاه مشاكل، معاك مشكله مع حد خايفه منه، تقدر تبعت رساله سلام. طب ازاي هو هيحس بيها ولا؟ هقول لك على الموبايل بتاعك انت مش حاجه داخله خارجه ولا بتلاقي نص الرساله موجود جوه، نفس النظام. يعني هو يشعر بيها بيشعر بيها احساس من جوه. ده سر التخاطر. ايا كان بعد الشخص احساس، ايا كان بعد الشخص بيقول لك ان قالوا لها فصيله دخان وسيم بالفعل فصلته. بس لقوا حاجه ثانيه انها بعد ما بتعمل كده بيقوم عليها. هو مش فاهمين حاجه؟ هي فقالوا ايه بقى؟ لا الامر كده برضه في حاجه ايه؟ مش طبيعيه. ففي واحد قائد في الجيش قال لها يعني تقدر تعمل ايه كده؟ قال لها طب انت شايفه كان في موقع كانت الاتحاد السوفيتي ما اسمهاش روسيا في وقتها، كانت الاتحاد السوفيتي ففي حروب كتير. فشاور لها على قائد قال لها تقدر تتحكمي في ده؟ قالت له اه انا ساعتها وقفت لك قلبه. واخدين بالكم من اللي بيحصل؟ جابوا شوية علماء وجابوا الدنيا وبدأوا إن هم يشوفوا حتى ترددات جسمها إيه اللي بيحصل. تركزت وقفت قلبه موتته. بس وهي من بعد ما موتته وهي غم عليه. هم مش فاهمين إيه اللي بيحصل هنا وإيه اللي بيحصل هناك. طيب بدأوا يجيبوا لها شوية حاجات حركينا الحاجات دي وراح حاطينها في أوضة، الأوضة دي عادلة أي طاقة. يعني لو تستخدمي حاجه احنا برضو مش شايفينها، المفروض ان الاوضه دي اي تردد زي في مناطق كده الموبايل ما بيشتغلش بيها، يقول لك ان الجيش مثلا المنطقه دي قاطع الايه؟ قاطع الارسال فيها، نفس الطريقه دي، اوضه مبطنه بطريقه معينه ما فيش اي حاجه. حركت وعملت داخل الاوضه. بس لقوا ان كل ما يشوفوا الزلزالات بتاعتها ضغطها بيوضه خالص، الشعر بيصفر، معدتها، ان الجسم بتاعها بدا ان هو ايه؟ بتطلع طاقة من جسمها. طحنوها استكشفت وغير ما ماتت. ممكن يكون الدكتور الطاقة دي قريبة من الحسد. هنتكلم عن الحسد، هنتكلم عن هنتكلم نفس الفكرة نفس الفكرة دي طاقة تانية. هما كل اللي فيه عايزين يكتشفوا، انت كده ازاي؟ انا بقول لك هي كده هي عندها قدرة غريبة خالص في التحكم بالطاقة بتاعتها اللي بتطلع منها.
هم ما قدروش يوصلوا، هم كان كل ابحاثهم هل انت بس المميزه في كده ولا حد تاني، انت فاهمه؟ فهي كان اكتر حاله ظاهره عندهم، يعني هي اكتر حاله تقدر تعمل حاجات. يعني احنا عندنا بالثقافه بتاعتنا بنقول ايه؟ خمن. ايوه احنا اي حاجه ما نعرفهاش بنكتبها لعالم الايه؟ عالم الجن. عشان كده المرض سايكولوجي عشان دخولها في الشرق الاوسط كله ضعيف، لان احنا عندنا القوه الخفيه حاجه من الاثنين، يا انت ولي ان شاء الله يا انت معاشر ال 60 70 تمام. ان انت في النص ده بني ادم طبيعي وفي قدره من عند الله، لا. ما احنا عندنا ايه؟ مش قابلين تماما تماما تماما. واللي يجي يتكلم في العلم ده يقول لك هو انت فطشت تمام؟ احنا بنستفاد ايه؟ نقول انت في قدره خفيه وانت تقدر تعمل تخاطر وانت تعرفين انت عارفين مدى التخاطر تقدروا تستخدموها؟ انت متخيل انك تقدر تبعت رساله لحد؟ انت متخيل؟ يعني انت لما لو حد عايز تبعته على الموبايل وتصدق وتمسك رقمه وتبعت رقمه عشان تضمن ان الرساله ايه؟ راحت له، صح؟ لا لا ده مش الرساله تروح، ده ممكن ما تروحهاش خالص، ده ممكن يعملها ديليت، ده ممكن. لكن الرساله اللي هتروح له عن طريق التخاطر ده غصب عنه، بل غصب عنه هيبتدي ينفذها. واخد باله ان في رساله صعبه كده، لانه مش واخد باله ان في رساله جت اصلا، ده هو واخد باله من شعور ايه؟ حسب قوة. ما هو ده اللي ترجع لإيه بقى؟ لا مش سيدنا عمر استخدم التخاطر لما نادى وقال يا سلام الجبل، سمعوا وفعلا سمعوا ولاد الجبل وفعلا ده اللي حصل، لكن ان هم كانوا مكانين بعاد جدا يعني. وسيدنا يعقوب برضه استعملها لما قال لي الاشم ولا هل وهي الاشم ولا هل يمسك كل الكلام ده تمام تمام. بس هو مش بيسمعها صوت، هو بيحسها، بيجيله احساس اني اعلم ان الله ما لا تعلم. ايوه نفس النظام تمام. ان هي حست ان ابنها، وهتلاقوا في الكتاب ده حاجه غريبه قوي، هتلاقوا فيه نماذج للتخاطر كتير من ناس عاديه، لدرجه ان هتلاقوا حس يقول لك مهندس كان شغال في منطقه، فجاه المنطقه اللي اشتغل فيها بدا المكان يتهد عليه، فكل اللي جه في دماغه واحد صاحبه ما جاش في دماغه اهله، عايز اتصل بيه عايز اتصل بيه عايز اتصل، هو مش عارف ان هو يتصل بيه. فجاه صاحبه ده حس، بدا ان هو حس ان الشخص التالت في حاجه، فراح جري عليه لقاه تحت الانقاض لحمه ونقض. هنقول له هو انت يعني تجيت ازاي؟ انا ما اعرفش، انا في حاجه جت في دماغي شايف صورتك وحاسس ان في حاجه. ايه؟ اللي هو كلمته الحقل، حقل الحد مباشرة قدامي تمام؟ التخاطر من بعد. أنا هي لا ما هي حقل برضه، هي حقل عقل واعي، عشان كده هنتكلم على البطن في المحاضرة التانية. أنا معايا أخوي لو حسيت بمشكلة يتصل بيها أقول هي حقل. ده تخاطر، ده من كتر الاتصال الروحاني بينكم بتحس بيه. فكرة فيلم الحقيقة، في فيلم كان داليا وحنان ترك، كان ده يعني ده اللي هي اللي بتعمل الشيء، بس حنان هي اللي بتشوف نفسها. تمام عرفته. نفس الفكره تمام. يعني الحاجه دي موجوده ولا مش موجوده؟ على فكره انت لو بدات انك تطور في حياتك هتلاقيك الا مارستها الا حسيتها. ايوه حسيتها كتير. كل مره معانا بعد كده حد يكون عاوز يتكلم وموجود تاني انت عايز تتكلم. ما تبقاش تبقى اول عارف انه كلام موجود. هيبقى احسن كل شويه تمام. مفيش حد فينا تمام ما حصلوش الموضوع، بس في خطوره تخاطر ان انت اي رساله هتروح هتوصل. طب الرساله لو انا عاوز ابعتها ولا ممكن تتباع طالما ركزت فيها تتباع؟ ما انا هديك السر اهو. هديك السر ودينا محاضره عملي، ايه رايك؟ يلا يا عم يس تمام. هنخلص لما خلصت التمرين، عشان خد بالك لان التخاطر عشان تتم صح انت محتاج تخش في حاله الالفا، حاله موجات الدماغ الهاديه، عشان تقدر ترسم تمام. ليه؟ هل ينفع ان انت كاتب 10 اسابيع ورا بعض وعايز تبعتهم كلهم مره واحده؟
ده حتى الموبايل مش هيقبل، يقول لك اديني اوردر واحد انا عنده. تمام؟ فنفس نظام الدماغ، الدماغ محتاج يبقى في حاله مجال هاديه عشان يقدر يبعت رساله. ممكن نقدر على الحلم مثلا من شخص تاني يشوف صفحات. العقل الباطن بقى يترجمه كحلم. يترجمه بس هو احساس دخل. وكتر ما انت بتبعت كتر ما التاثير بيك. الفرق من واحد للتاني زي فرق الاجهزه بالظبط بتاعت الموبايلات. دي جهاز ب 14 ودي جهاز 500 جنيه. لا انت فهمت ازاي؟ القوه. فانا هعمل معاكم حاجه تاني تسهل موضوع التخاطب، ان انا هفتح عند كل عين الثالثه اللي هنتكلم عليها بعد شويه. طب هو ممكن الثاني بعد كده يبقى هو يبقى بقول لك احنا بنمارسها، احنا بقول لك احنا تم اكتشافها مش اختراعها. لا يعني انا ممكن لو افكر مثلا في حاجه وانا في بتاع الفا مثلا ممكن تتذكر الحاجه ده ده الخطوره بقى، انت ممكن تخلي حد يحبك او يكرهك عن طريق الموضوع. طيب هنبعت لكم ماشي؟ ماشي دورة دورة عايزين كرسي لا الأطفال مفوشة زي أخش من الكرسي خليك أسنين في الكرسي قالت لي ايه؟ قلت لها حسب علوم الطاقه ان اي ابن ليكي في
حبل طاقي موصول ما بينك وما بينه، فأي فكرة أنت بتفكري فيها هتتأثر على الولد. كان كل تركيزك إن مش عايزة إن هو يبقى وحش، العقل الباطن بيترجمها إن هو إيه؟ إن هو وحش، بيبتدي نفس النظام، فأنت عمال تبعتي رسائل سلبية 8 ساعات. طبعا كده بالظبط كده كام؟ 24 ساعة؟ 24 ساعة تمرين. تبقى حاجة مكثفة جدا. علمتهم التخاطر. ومش علمتهم التخاطر للتخاطر، لا، علمتهم التخاطر للولد. مثلا هذه تجربة عملية. كل اللي فيه من الخمسة جهاز اللي أنت بتعمله، أنت هتخسر إيه لما أنا أعلمك إزاي تعمل تحط رسالة في بعضها الكلام؟ مع نفسك؟ بنفسك ده تنويم ذاتي إيحاءات ذاتية، مش تبعت خطوة لا يا بابا. تمام؟ إيحاءات ذاتية دي هناخدها ميلتون على أوسع في التنويم. برمجة ذاتية. أو التنويم الذاتي. لكن تخاطر ده معناه إيه؟ هبعت. تمام؟ دي ميزة من مزاجه. كل واحد فيه طول معرفة التقنية يقدر يسببها من ميزة اللي هو عايزها. هو ممكن يقول ميزة أنا معرفة. فهمتي؟ بس لازم يبدأ أقول لك إيه؟ طول ما اتعملت الشروط بتاعتها اللي هنتكلم عليها دلوقتي. يعني احنا هنتعلم النهارده؟ احنا هنتكلم على الشروط بس، عملي بقى محاضرة تانية. النهارده بس هتاخد الزيتون النهارده؟ انا هديك الزيتون. تتكلم كده؟ طيب. شروط التخاطر ثلاث حاجات. عندي راسل ورسالة ومرسل إليه. الراسل هو حضرتك. الرسالة المضمون اللي انت هتبعته. طب هل هتبعت رغي؟ يعني هتبعت رغي؟ لا مش احساس. السلام بشرف. يعني ايه السلام بشرف؟ يعني هدف محدد انا موجوده وسط الناس. زي ايه برضه؟ ممكن. يعني انت بتاخد المهندس اللي بتديله بس. صورة نهائية بالحاجة اللي انت عايزها. لا بمعنى الصورة ما بتبقاش حاجة اللي انت عايزها دي. سي فادي يعني فادي ان شاء الله هيوصل. ربنا ان شاء الله يكرمه ويعني ايه والغلطة اللي هيعملها دي ربنا يصرف عليها. تمام؟ فادي مثلا فادي ان شاء الله حضرتك بتحبه بس هو عايز تبقى أكثر. لا انا مش كده. هو مش كده. تمام؟ كل واحد فينا ليه معنى في الحب. كل واحد فينا ليه معنى في الحب. ممكن يكون فادي دليله ان هي بتحبه ان هي تجيب له هدية. مثلا ممكن دليل ما بتحبه تتنازل ان انا مش عايز اشوف الحب. ممكن دليله ما بتحبه اني على طول اتصال بيه ايا كانت الايه؟ الصوره. بس ايه الصوره النهائيه؟ الصوره النهائيه مثلا ان هي جايبه هديه صح؟ هي ماسكه هديه بتديها له. أو الصورة النهائية إن هو على طول بيشوف على الموبايل رسالة حب. تمام؟ هو كل واحد ليه طريقة يا جماعة في الحب بتاعه. كل واحد ليه دماغ. تمام؟ لا ابتدي اكتشف نفسك. لو هنتكلم على تحسين خليني قاعد ساكت. لا كده. الموضوع ده هيتخيله تحسين وتحسين مش مقتنع بخير فشوف محل تاني. بالعكس اتحداكي ان تحسين بالذات والله بكلم بجد ان تحسين بالذات اكتر حد هيعمل الموضوع ده. صح؟ انا ايوه هو بيحلم كده. لا مش حل والله. لا مش حل خالص. وانا وهو عارفين الكلام ده صح؟
هسكت. تمام؟ في قمر كنت اللي هنستخدم فيها. انت بتبعت صوره نهائيه للحاجه اللي انت عايزها. مش رغي. تمام؟ مش رغي، رغي ما بيطلعش. ليه ما بيطلعش؟ هي الرساله اصلا بتطلع زي ما هي. يعني بس انت تعبان ومع اخ سفر ويجي على خاطره وانت تعبان. الرساله ازاي بتطلع؟ انت شرب من نصيب الاورا. شرب من نصيب، حلو قوي، بدا يوصل. تمام؟ احنا لما اتكلمنا عن الاورا عن الهلا قبل كده وبنتكلم عليه النهارده اكتر، انها كارو مغناطيسي، صح؟ اللي بيطلع اشاره للهاله حاجه هنا اسمها الهندس المباريات. هي بقت سبع سنين المفروض انها تقف، لان هي اصلا مسؤوله عن النمو. طلعت انها اصلا هي مسؤوله عن كل فكره انت بتفكر فيها ترسلها للهاله. لكن مسؤوله عن ايه؟ النمو. ايه اصلا؟ ايه؟ الغدس المرئي. تمام؟ المهم ماشي؟ فتبتدي هنا بالظبط. هنا بالظبط. حتى يا جماعه اللي تفكيره كتير قوي 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 بيتعب من المنطقه دي. المنطقه دي بالذات تبتدي يحصل له الم، حتى لما ضغطك يعلى تلاقي هنا في المنطقه دي بالظبط. كثر الارسالات اللي بتطلع. لا ده وجه ثاني معرفش. تمام؟ لكن الغده اللي انا اعرفها تمام؟ اللي انا بشتغل معاها الغده دي كل فكره جواك مصاحبه احساس تاني، كل فكرة جواك مصاحبة إحساس بتاخدها ترميها للهالة ورا. للهالة بتاعتك. خلاص. التخاطر بيعمل إيه بقى؟ مش بيديها للهالة بس، ده بيخلي الهالة ترميها لهالة الراجل التاني أو الشخص التاني. ليه؟ حسب قوانين الطاقة إن الكون كله ده حلقة اتصال ببعض. مفيش إن في مكان فيه شبكة أو مفيش شبكة. طول ما أنت عايش يبقى انت هتستقبل. لان طلعت الصنوبريه دي بس مش ترسل، لا دي كمان ايه؟ تستقبل. احنا دلوقتي بنفصل عشان تمام؟ ثم المرسل اليه، واكيد المرسل اليه لازم يبقى حتى عاقل. حتى عاقل، صح؟ معلش يا دكتور، ما فهمتش يعني ايه الصورة النهائية؟ الصورة النهائية الحاجة اللي انت عايزها، انت عايز تعمل خاطر مين؟ اديني مثلا ما تكسر النهائية. مش حاجة اسمها دلوقتي. ده بيبقى حاجة اسمها انا مش فاهمة يعني ايه الصورة النهائية. الصورة النهائية الحاجة النهائية اللي انت عايز تبعت منها رسالة. لما تبعت رسالة لحد امتى؟ ايه المقصود من الرسالة؟ امر يعني وصلوا حاجة يعني حاجة جواكي. حاجة جواكي صح؟ الحاجة اللي جواكي دي مش ليها حاجة نهائية من الحاجة اللي أنت عايزاها؟ صح؟ النتيجة اللي النتيجة صح؟ اه صح؟ أه. هي النتيجة. طب هو هيقعد إن أنا بقيت له بس أنا مش فاهمة يعني. لا. تمام؟ لا. لا مش هيعرف. هو هيحس بس ويتشاف. خلاص هيعرف الناس. لما يبقى على دراية، لما يبقى على دراية تمام؟ لما يبقى على دراية بالعلم ده، وطبعا الناس قليلين جدا دراية بالعلم ده، يفهم لما تيجي له اي رسالة. انها الرسالة يعني اه ان هي جات له رسالة اللي هو بيفهمها. لو على علم، لو على علم هيعرف. فاهمة؟ لو على علم وبيمارس العلم ده يعرف. هيعرف مين اللي بعناه؟ اه يعرف مين اللي بعناه انه بيشوف الصوره النهائيه بتاعته هو. هو الاحساس ده جاي من مين؟ بتتجسد له قدام عينيه يا دكتور ولا بيبص ولا عنده الخيال؟ عنده بيقول لك ايه؟ فاتن حسني. تمام؟ دي كده صوره صح ولا لا؟ فانت تحس ان خيالك ده انت جيت على بالي، انت جيت على بالي ليه؟ فاهمني؟ عارف جيت على بالي دي؟ جيت على بالي دي؟ دي صوره تخاطب، وهنتكلم شويه ان في اربع مراحل انت ممكن تدمر حد بسبب تفكيرك فيه. انا تفكيرك فيه، تفكيرك فيه مش بعت له رساله. هجيلك فيها مش التخاطر ده، تفكيرك فيه لان حالتكم بتتقلب. هقولها. المهم احنا كده احنا قلنا اصلا التخاطر ليه يوم واحد، ليه يوم
دي محاضرتين في شغل عملي تمام. بس النهارده احنا بنعرف ايه هي الدراسه يكون لا مش المحاضره الجايه دي بعد ما نخلص الباقه والتاريخ طبعا. المهم طيب راحتك شرفت يا بنت. عشان لو عايز تبعت تخاطر صح لازم تدخل نفسك في حاله تمرين. لازم تدخل حاله تمرين، ومع حاله التنويم لازم تفهم الطاقه عشان تعرف تحسها. فانت نفسك هتحس بجد ان في حاجه بتخرج من هنا. فانت لو ما عملتش الاثنين دول يبقى انت ما اتعلمتش حاجه. وصلت تحسين ولا لسه؟ ما كنتش بتصلي قبل كده، ما كانش فيه تنويم ولا اي حاجه. انت كنت بتبعتي قبل كده، لو هنفصل بقى تبعتي توارد خواطر. النوع الاول من خواطر. لكن النوع الثاني اللي انت بتقصدي برساله معينه بتنفيذيه بامر بحاجه انت عايزاها، دي حاجه عايزه تدريب. فهمتيني؟ احنا بنمارس النوع الاول ده عادي جدا. فهمتيني بالفطره، لكن اكتشفوا ان في حاجه اعلى من دي اللي احنا بنقولها دلوقتي. تمام؟ المفروض من الاخر ان انت بتبقى في حاله مفيش اي دوشه حواليك. يفضل انك تطفي النور وتدخل نفسك في حاله الارض زي ما بنتعلم في التمرين، ماشي؟ وبتحط الصوره النهائيه. وهنتعلم ازاي، هنتعلم ازاي تحط الصوره النهائيه عشان لو الحاجه اللي انت عايزها، وبتشوف الصوره دي بتخرج من هنا. ده انت هتبتدي تشعر دلوقتي، مش خيال، انت هتشعر ان في حاجه هنا فبدات تخرج. كل اللي فيه اللي انا محتاجه منك ان انت تشوفها بجد وانت في حاله التنويم بتخش في دماغ التاني. عن بعد ولا عن بعد؟ عن بعد. انت قاعد وقت الاخر. ما هو ما هي حلاوته هو مين اللي مشغول؟ الرسول مرسل اليه؟ مجهول. طب ازاي؟ مثلا رايح استاذن الوظيفه والمدير بتاعك مش عارف. لا مش عارف، مش هتعرف تبعت رساله زي بالظبط. مش عارف رقم الموبايل، هتبعتي لي رساله ازاي؟ لازم في مرسل اليه. لازم مرسل اليه معروف. غير كده؟ طب بتتبعت في نفس الوقت؟ نفس اللحظه. وبتسال على طول ولا حسب قوتها؟ تفهمني؟ يعني في ناس ما شاء الله يا جماعه زي ما اتكلمنا، مطار الاكتشاف في روسيا، ناس اقوياء جدا. في ناس يا جماعه ما شاء الله عليهم عندهم ايه؟ عندهم قوه وسرعه في الموضوع ده. من الاخر من الاخر اللي هيقدر يصعد يعني يسرع في الموضوع ده اللي هو روحانيا كويس مع الله. من كل ما زادت الشفافيه والطاقه بتاعتك كل ما زادت قوتك في الموضوع ده. عشان كده احنا قلنا باراسايكولوجي، احنا هنا بنتكلم عن الروح او قوه الروح. تمام؟ يبقى كل ما عايز تزيد الموضوع ده لازم تقرب الى الله. بشر احمد تخرج الرساله ازاي؟ انا في دلوقتي ايه؟ قول. لا قول على رسالة. لا شكري. كان شقيري. ايوه تمام. هو الجهاز شاف الصوره نفسي ان كل رغبه انت بتاخدها بتبقى صاحب الطاقه معاها تتحبس جواك وتقعد تلف. فاهم ازاي؟ عن طريق بقى التمرين ده تقدر تتفرغ المشاعر للطاقات من غير ما تتعب جسمك. تاني ما انا اتعلمت اعمل القمع. ماشي. طب في طاقه سلبيه يا دكتور، مش عارف بس انا مش عارف خليني مخنوق. طب ما تجرب في عز الخنقه دي. جرب في عز الخنقه دي، اعمل التمرين ده وانت في عز الخنقه. اظن ان ده تمرين نسيته. تمام؟ انت تشوف بطنك مفتوحه اذا كان كده او كده. خلاص؟ وتشوف بالونه، البالونه دي جواها الحاجه اللي مضايقاك. لما كانت تطلع تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ كانت توسع الفتحه، كل ما تطلع توسع. دي براحتك بقى، ان شاء الله. ان في ناس تقول لك انا مش شايف بطني خالص، ده بطني ايه؟ يعني اختفت من كتر كبر البالونه. في ناس تانية بدات تشوف بالونات كتير بتطلع تطلع. تمام؟ بالنسبه لي ده يا دكتور هتكلم دلوقتي كل يوم معايا ايه؟ هو لازم ده انا بنفهم كده وغمض عينيا لازم تكون غمض عينيك في اي قاعده نايم بقى براحتك، مش مشكله. المهم ان انت مجرد ما هتبتدي تشوفها اتخيل وانا نايم واغمض عينيا واتخيل ده تطلع تخرج منك. انا تخيلت اول ما شفت بس هو ده. لما تبتدي على فكره في ناس تبقى في ناس تبتدي تشوف انها مش عارفه تفرق عن بالظبط.
بقول له تستخدم اي وسيله في خيالك كل حاجه كل ان شاء الله احطها تحت الارض. لو مش قادر تشوف اصلا انت مش لازم تشوف. انت احنا لحظه طب لو مفيش مشاعر سلبيه خليتها لو هنعمل ايه؟ ممتاز يبقى انت فاضيه من جوه. في ناس ممكن تقول مفيش ملل طالعه مفيش حاجه طالعه مفيش حاجه تمام وبدات انها تشوف بطنها ايه؟ فاضيه من جوه دي ناس نفسها. طيب عموما ياسمين انا مش هفضح تمام بس يعني مضطر ان انا اتكلم عشان تبتدي تفهم كل لون بالون هيك ياسمين بقى لا خلاص مش كل لون هقوله ايه المشاعر اللي محبوسه جوه اللي مضايقاك تمام الازرق طب ازاي تسمع بقى كده تفتح الجول نفس احنا وجنة لو دماغك ايوه صح والله ده انا ما حسيت بالشعور ده حسيت ان انا جيت منمر وقلت لك ازاي ده؟ تمام الازرق في مشاكل مع الناس كل مشاكلها بسبب الناس تمام ده مش عارفين بس لا اي حاجه خلاص بعد كده خلاص سامحني يعني خلاص سامح سؤال ماشي يا باشا لا لا بتكلم على اكمل طيب كمل البني مشاكل عائليه عائليه في البيت تمام الاصفر مشكله في الثقه تمام وزادت مع البيش تمام البامبا حب جديد الاخضر تمام مشكله اخضر مسؤول عن الحب خلاص عشان كده حاول هنا مشكلة هو الكلام ده فعلا صح ولا لا الكلام بيقوله كده لا تمام لا بعد اللي حصل دي كلام بيقول ده طب اكمل طيب ماشي اتفضل اكمل عشان تحفظوها اتفضل مشكلة مع ناس واتقلب بالكره تمام الرمادي محبطة لخبطه في حاجات كتير قوي بيضه سلام داخلي يا جماعه حد يسال اميره تمام هي احمر اللي شاف الاحمر لسه متجوز صح؟ هيثم زواج مع زواج وطلعت في مشكله بسبب زواج او عايز يتجوز او عنده رغبه او كانت تمام مع ان في مشاكل مع ناس او حد في حوالي ناس مش قرايب لما اقول ازرق ناس مش قرايب تمام ازرق مع الناس مش مع الناس ازرق مع الناس في مشاكل في التواصل في حاجه موجوده مع مين بس اللي انا قلته احنا اللي بنختاره على فكره انا اللي بتخيل كده ما هو الامر العقل اللاواعي دي اصلا حاجه موجوده جوه هي كده تبعت نفسك اكتر انا لما جيت للباب بصراحه كنت عايز اغيره وعايز اغير البرتقال ما جاش بقى جاي واحده انا بمبا طيب نكمل البرتقال انت حضرتك نكمل بقى الشفرات البرتقال المشاعر سلبية عموما عامة مش مشكلة معينة هو لو مالكش أصلا أتخيل أو أشوف أنت كل لك صورة دلوقتي في مشكلة جامدة دلوقتي من أثر الخيال بتاعك تمام؟ الضفيرة الشمسية طبعا هتلاقيها تتغير بعد كده مجرد ما خرجت وتمام واتنضفت من بطنك لو جت تخرجي حاجة تانية تلاقيها ممكن لون تاني فهمتني؟ في ناس تاني تقول لي انا طلعت كل الالوان. يعني انا لما اطلع بلالين ما شاء الله تبارك الله حفله. عارفين بلالين بتاع حفله؟ تطلع عليه بعدين. والله العظيم تطلع حفله. تمام؟ فبسم الله ما شاء الله الله اكبر. هنعمل نفس التمرين
انت مع شكرة تاني ممكن تلاقوا حاجة متغيرة. تمثيل الرجال كان ممكن انا ابدا اعمل لحد يا رب يبقى قاعد ولا كده؟ اه اقول له من هنا وتخيل اه عمر هيجيلك شباكة من الفتح وتطلع بالونة بعدين انا عايز اقول ده اللي كنت طبعا. طب احنا هنبتدي الالوان زي لا انا بقول له ايه اللون بدل ما اقول له. طب نكمل دي الالوان الاساسية نكمل؟ ما قلتش في منطقة هنا طب اكمل مش همسحها تمام هكمل في منطقة هنا اسمها الحجاب الحاجز في الحتة دي اسمها شقة الضفيرة الشمسية احفظوا الاسم ده الضفيرة الشمسية خلاص الضفيرة الشمسية ده اللون اللي يحركها الأصفر اللون ده بيدي ايه؟ بيدي القوة والإرادة والشجاعة والحركة عشان كده لون القوة تبقى زي كده لازم فيها أصفر ايه؟ ما هو لو ما فيش ثقة في قوة وإرادة أنا بكره اللون الأصفر ما عندك مشكلة في السقف ايه؟ لو شفت اللون في حادثة حصلت لي دخلت فيها مشاعر سلبية الحادثة دي كان سببها قلة ثقتك بنفسك فاهمة اللعبة جت ازاي؟ تمام لو كان في ثقة ما كانش حصلت ايه؟ المشاعر دي ممكن يكون حد جه فشد معاكي المفروض ان انت في وقتها كنت ايه؟ انك تشد معاه وتديله بالجزمة مثلا تعمل اللي انت عايزاه خلاص؟ ف ما حصلش. طب دي يعني بمجرد ما بص على لون الاصفر لا انا هقول لك كمان على سر ودي عشان جماعه بتاعت الفي او سي ان شاء الله ان الجماعه تشتغل تدريب يفضل ان اول يوم هتنزل فيه تدريب لابس اصفر. انا ما بحبش اللون الاصفر. تمام هو عموما الاصفر بيديك قوه غير طبيعيه. انا رايح الامتحان بصفر. تروح الامتحان بصفر. يعني ممكن ساعه ممكن يبقى من جوه مش ضروري من بره تمام ممكن يبقى من جوه لو ما قدرتش خالص شوف حاجه لونها ايه خلي العين هتشرح هتشوفها حاجه زي كده بس دي مش اصفر قوي شفره القلب اللون طبعا هي مكانها فين؟ في القلب هنا اللون الاخضر خاصه بالحب بس كان حب الذات او حب الاخرين. كل ما كبرت الشفرة دي انت هتحب يعني هتحب من الناس على فكره انا مجرد ما بلبس اخضر برسلها. ما انا بقول لك هي سبحان الله اللي هتهدي ايه؟ هدي الشفرة دي بقول لك مشكله التواصل مع الناس. وده الابيض ايه؟ لا الابيض دي هنتكلم عليها بعد شويه. هي خاصه بشرط الشفرة التاني. ايه يا حبيبي؟ الاحمر. الاحمر؟ ايوه ربنا يبعث لك فلوس ان شاء الله. كل ما كان ايه؟ طب ليه ما طلعش معايا ما انا عامل لك ايه طيب؟ ما هي طلعت المشاعر الحاليه دي موجوده عندك وسبحان الله هي سبحان الله يعني تمام؟ طيب كل ما كبرت حجم الشاكرا دي كل ما اتحبيت من الناس يعني لو عايز تكبرها البس اخضر بنقول سر البنت اللي جاي لها عريس والاول مره مثلا يشوفها تمام اطلعي له بره خلاص شكرا مهمه قوي شكرا حجره لونها ازرق والمسؤول عن التواصل مع الناس لو انت شغلتك زي حالاتي كده في تواصل مع الناس لازم يبقى اغلبيه نفسك فيها بقى كان اغلبيتي وانت مش ابيض طيب عموما طب دي ايه؟ لا تكون الساعة الحمد لله الحمد لله لازم أدرك ليه؟ هيعمل تواصل مع الناس ودي برضه تعرفوها في أول واحدة يا دكتور أنا مش ملخبط طيب يعني أنا أزرق أزرق نسكر عشان يلم الكل مع بعض تمام دي ايه؟ يعني البس كراوات مفيش عمال ابراهيم والحاجات اللي او لبس كان فيه قميص يقول لك قميص البحر اللي هو تحس ان دي 30 فرقات ولا شغال في اهو والله تمام برضه شغال اهو بس مش قوي تمام
شبكة الهندرة. الناس اللي بيبقى كمان معاها مشاكل مع الناس كتير عندها مشكلة هنا. صدى عالم؟ بص هتلاقي عندها مشكلة في الأكل البلع، ما بتاكلش كتير. تمام؟ يا إلا تلاقيها على طول بيجي لها مشاكل بقى التهابات لوز مش عارف إيه. المهم المنطقة دي لازم تخيل فترة وتتعب. تعبت. أيوة أنا على طول كده. إيه؟ انا هعلمك بعد كده لما تخش في دبلوم الطاقه ازاي تشحنيها وترجعي الطاقه هنا تاني. فهمتني؟ ازاي تتمي شحنها خلاص الدنيا معاكي. احنا لو قدرنا نظبط السبع شفرات اللي هي ايا كانت شايفه المنطقه دي كلها؟ اي حاجه اي حاجه يعني اي حاجه التعب ده بيدل على ايه؟ بيدل ان في مشكله مع الناس. طب انا كل فرح بعدين ما بقدرش اتكلم. طقطق وقتها كصوت كطاقه تواصل استنفذك انت هتشوفني بعد